إذن لتحليل تقرير موقع ميدل إيست أونلاين عن إيقاف الولايات المتحدة جزءا من التحويلات المالية العراقية ودورها في الوضع الاقتصادي في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم، مرحبا بكم. يعني بحسب موقع ميدل إيست أونلاين فإن موضوع إيقاف الولايات المتحدة جزءا من التحويلات المالية العراقية أدت إلى انهيار سعر صرف الدينار، ولكن السؤال المطروح هنا دكتور، لماذا أوقفت أمريكا التحويلات الآن ولماذا كانت تتغاضى عنها في السابق؟ نعم، شكرا لكم. أهلا بك سيد الكريم. أعتقد أن الولايات المتحدة هي شريك رئيسي فيما جرى ويجري في العراق. لا أحد يعلم كم هي الأموال التي نهبتها الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد عام 2003، وأقصد هنا مرحلة سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي على المشهد العراقي والمجيء بالحاكم المدني بول بريمر. إن كان هنالك اليوم بعض المراقبة فإنه في تلك المرحلة لم يكن هنالك أي نوع من المراقبة لا العراقية ولا الأجنبية لما يهرب من أموال والذهب وغير ذلك من المعادن من العراق. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة هي التي رتبت نظام السرقات في العراق، وهي السارق والناهب الأكبر لخيرات الشعب العراقي. أما قضية أنها اليوم تحاول التحكم بتدفق الدولار إلى خارج العراق، أظن أن المسألة كما ذكرنا قبل أيام في الرافدين أن القضية لم تكن أن الولايات المتحدة نائمة وصحت في لحظة ما. على خلاف ذلك أعتقد أن السياسة الأمريكية اليوم لديها ترتيب آخر، ترتيب جديد، ليس حبا بالعراقيين وإنما من أجل تنفيذ أجندة أمريكية جديدة في المنطقة. وبالتالي جرى هذا الأمر الذي يقال أنه نوع من الترشيد الأمريكي لتهريب العملات الصعبة من العراق. يعني أقف عند عبارة تنفيذ أجندة أمريكية في المنطقة، تعتقد دكتور جاسم أن القرار الأخير الذي تحدث عن موقع ميدل إيست أونلاين هو بمثابة أداة أمريكية جديدة لخنق إيران، تعتقد ذلك دكتور؟ أنا أظن أن السياسة الأمريكية، يعني هنالك سياسة أمريكية جديدة في العراق. نعم. بدءا من تغيير السفيرة الأمريكية المعروفة بمعرفتها الجيدة بمنطقتنا وبالذات في دول الخليج العربي، لأنها كانت سفيرة سابقة في دولة الكويت الشقيقة. هذا أمر. الأمر الآخر، رأينا اللقاءات الكبيرة جدا بل وربما اليومية مع المسؤولين في الدولة العراقية، ربما مع رئيس الوزراء السوداني كان أكثر من 10 لقاءات، نصفها تقريبا قبل أن يردد اليمين الدستوري. علاوة على اللقاء مع رئيس البنك المركزي وآخرين من المسؤولين في الدولة العراقية، وكأنها الحاكم المدني في العراق، كأنها تقوم بدور بول بريمر. وبالتالي أظن أن هنالك خطة جديدة أمريكية لم يعلن عنها، ومن هم في داخل العراق يعلمون جيدا الترتيبات الأمريكية، بدليل أنهم ضحوا ببعض الرؤوس الكبيرة من ضمنهم زهير هيثم الجبوري وأيضا نور زهير وغيرهما. ربما ستتساقط بعض الرؤوس الكبيرة خلال الأيام المقبلة من أجل الحفاظ على الحيتان الكبيرة. إذن أعتقد أن واشنطن لديها خطة جديدة في العراق، وربما تنعكس على المنطقة، ربما على سوريا، ربما على مناطق أخرى في منطقتنا. دكتور، يعني هادي العامري صرح منذ أيام، قال إن المعركة هي من أجل الاستقلال الاقتصادي عن الولايات المتحدة. من المستفيد من وراء هذه الخطوة؟ أتصور أن كل من موجود في العراق وداخل العراق من لديه أدنى معرفة بالحالة السياسية والاقتصادية يعلم جيدا أن واشنطن قادرة على إدارة اللعب في العراق وفي أغلب دول المنطقة.
وعليه لا يمكن لا فلان ولا لفلان أن يكون لهم دور في الاستقلال عن الإرادة الأمريكية. أمريكا ما زالت حتى الآن هي اللاعب الأبرز في الشرق الأوسط، اللاعب الأبرز في أوروبا، حتى اللاعب الأبرز في الصراع الدائري الآن ما بين روسيا وأوكرانيا. وعليه من يريد أن يستقل عن المحور الأمريكي يعتقد أنه لم يولد حتى الآن، لأننا نتحدث عن دولة عجزت دول عظمى عن الوقوف بوجهها بسبب قدراتها العسكرية وقدراتها الاقتصادية، وبالتالي أظن أن هذا التصريح غير حقيقي. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، شكرا جزيلا لكم.